اوشن فيو بروجي جديد بمنطقه كفرح باب كسروان، بنايه مؤلفه من شقق سكنيه مفرزه للبيع، كل طابق شقتين وكل شقه بتختلف عن الثانيه بمساحتها وبسعرها. تتراوح مساحات الشقق بين 300 متر مربع وال 450 متر مربع مع منتفعاتهم اللي بتتضمن الأقسام المشتركة، الباركينج تحت الأرض، والستوريج روم يلي كمان بتستعمل لدرايفر روم. الشقق من جوا مؤلفة من 3 ريسبشن ارياز، تواليت للضيوف، مطبخ، 4 غرف نوم، 2 منهم ماستر. التراس تابع للطابق الأول وبيتميز بفيو صوب البحر والجبل. المطابخ بشقق الأوشن فيو مودرن، إلون كاونتر توب جرانايت، خزانات الخشب ضد المي وملبسين قشرة PVC جلوسي. تابع لإلو كمان ميد روم وحمامة. بيتميز بروجي أوشن فيو بعدة أشياء هاي أند فينيشينج، والماتيريال يلي مستعملة فيه هاي كواليتي، بالإضافة لفيو صوب جبل أخضر ما بيتعمر عليه وصوب البحر. كل شقة تابع لها باركينج تحت البناية، بالإضافة لطابق زيادة باركينج تحت الأرض. ستوريج روم وجنريتر للبناية من 300 متر مربع لل 450 متر مربع مع منتفعاتهم بكفرح باب، ستارتينج برايس 1700 دولار بالمتر. بجبل الزعرور بالمتن وعلى علو 1500 متر عن سطح البحر، فيلا كتير مميزة للبيع. شو تفاصيلها؟ منشوفن سوا. فيلا معمرة على مساحة أرض 1000 متر مربع، 180 متر مربع تراس مزروع جازون، 650 متر مربع جنينة مزروعة شجر فواكه. فيلا مؤلفة من 3 طوابق بمجموع سكن 350 متر مربع، تتميز بمدخلين، مدخل أساسي ومدخل من الجنينة للطابق الأرضي. الطابق الأرضي مساحته 85 متر مربع، مؤلف من تي في روم وغرفة إلا حمامة، بالإضافة لكيتشينات. طابق المدخل الأساسي لهالفيلا مساحته 200 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن ارياز، مطبخ، تواليت وغرفة نوم. كل هالأريا هون بتطلعنا على تراس لبرا. ثالث طابق من الفيلا مساحته 65 متر مربع، مؤلف من غرفتين نوم وفي لهم تواليت مشترك، وكل غرفة نوم لها خزانات خشب بالحيط. فيلا بالزعرور تتضمن عدة مواصفات: فولي ديكوريتد من جوا، بلاط رخام، تلبيس صخر على الحيطان وديكور جفصين، فولي إكويبت كيتشن، هيتر على الميزوت وشوميني، بالإضافة لسقف أرميد. 350 متر مربع سكن، من ضمنهم 4 غرف نوم، على أرض 1000 متر مربع بالزعرور، بالإضافة لجنينة مساحتها 650 متر مربع وخزان مي بسعة 145 ألف لتر، حالياً للبيع بمليون و 290 ألف دولار. بمنطقة أدما بكسروان عم نتعرف على بروجكت بناية جديدة فخمة مؤلفة من شقق مفرزة للبيع. شو الشقق الأفيلبل؟ منشوفن سوا. أول طابق مساحته 385 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن ارياز، وحدة داينينج روم، فاميلي روم، وثلاث غرف نوم ماستر. تابع لإله تراس أول أراوند بمساحة 260 متر مربع. تاني طابق مساحته 340 متر مربع، بيتألف من 3 غرف نوم، 3 ماستر، وبيتميز بديك تراس مطل على الفيو، وتابع له جنينة مساحتها 90 متر مربع من ميلة ورا. تالت طابق من هالبناية مألف
من 334 متر مربع، ثلاث غرف نوم، ثلاثتهم ماستر وفاميلي روم بالنص. آخر شقة available للبيع هي طابق دوبلكس، مساحته 535 متر مربع وتابع لإله تراس على روف بمساحة 130 متر مربع. مواصفات هيدي الشقة بتتضمن electric shutters، هيتر على المازوت، air condition ومطبخ بيتسلم حسب طلب زبون. تابع لكل شقة 3 باركينج underground بالإضافة ل storage room تستعمل as a driver room كمان. شقق فخمة للبيع بمنطقة أدمى بشارع فخم كتير بيتميزوا بفيو ما بيتسكر عليه. ستارتينج برايس $2,550 بالمتر.